اليوم انا كنقولها النيابه العامه كانت ممتازه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه ديال التحليل ومن الناحيه ديال التدليل ومن الناحيه ديال بسط اوجه الدفاع ديال النيابه العامه. كانت قويه، كانت مرافعه في مستوى، ماشي لانها مرافعه ضد المتهم، لا، لانها مرافعه لفائده القانون وفائده الحق. حنا ما عندنا حتى شي حاجه ضد المتهم، حنا اللي ضحايا كنبغوا الضحايا، ما كنقولوش حنا ضد المتهم، حنا مع الحق، نبحث عن الحق، حق الضحايا في هذا الملف، والنيابه العامه تبحث عن حق المجتمع في هذا الملف. باش نوضحوا ونحطوا الامور بمسمياتها، ما كاينش شي واحد ضد المتهم، المتهم كشخص بنفسه يقدر يكون هو ضد نفسه، يعني وضيع حق من حقوقه. دونك النيابه العامه قدمت اعتذار للضحايا، هذه من النقاط الاساسيه اللي سجلتها انا، قدمت اعتذار للضحايا على اعتبار ان هذا فيه اشاره بانه لم يتم الانتصاف للضحايا كما يجب، كما وضع ذلك المشرع في منظومه القانون الجنائي او في 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 في, في, في مسطره الجنائيه او في المواثيق الدوليه الناظمه لحقوق الانسان والتي صدق عليها المغرب ونشرها بجريدة رسميه. دونك ما تمش انصاف الضحايا بما يجب، وعطى الاشاره هو ان النهار اللي تم الاغماء على واحد جوج البنات من الضحايا، جات سياره الاسعاف وداتهم وما تفاعلتش محكمه مع ذاك الحدث، وكان من تم الاغماء عليهن زعما ماشي مهمين في المحاكمه، في حين انه يتم التعامل مع المتهم بنوع من من من, من الجوده في تطبيق شروط وضمانات المحاكمه العادله. كذلك كانت الخاتمه، وهي مش غادي اركن كثير من التفاصيل وناقش مقتضيات العهد الدولي، العهد الدولي الخاص بحقوق المدنيه والسياسيه بتفصيل الفصول 14 و19 و9، لانهم اللي انتقدهم او تبازع عليهم الرئيس التشاري لموضوع المناقشه ديال الاعتقال التعسفي، وقال بان هذا الاعتقال ليس اعتقالا تعسفيا بل انه اعتقال احتياطي يحتكم للضوابط القانونيه المنصوص عليها في القانون، وما كاينش شي حاجه خارج القانون، وبين كيفاش ان ما كاينش شي حاجه خارج القانون بالدليل والبرهان، ثم ختم كيفاش ان المغرب لا زال يحصد او لا زال يحصل على المستحقات ديالو في مجال حقوق الانسان على الاقل المستوى الاوروبي. كانت واحد الاشاره مهمه حتى لدور النيابه العامه، الدور ديال النيابه العامه اليوم، لان عندنا احنا رئاسه النيابه العامه رئاسه مستقله عن سلطة تنفيذية تابعة للسلطة القضائية، كيف أنها اليوم تسعى إلى تلميع، باش ما نقولش عاد توضع القبعة، من المفروض أن عندها قبعة حقوق الإنسان، ولكن تلميع قبعة حقوق الإنسان بإبرام اتفاقيات ومعاهدات وشراكات. إذا كانت واحد الإشارة إيجابية في هذا الصدد، وبأن المغرب ولله الحمد لا زال يتمتع بسمعته، وأن الناس اللي كان عندهم شي مشكلة مع هذه البلاد، لأن حنا ديما كنختلفوا ولا كنتناقشوا، ولكن كتبقى عندنا سقف الوطنية لا جدال فيه، لا نقاش فيه، دائما كنحافظوا على الوطنية ديالنا، عمرنا ما غادي نمشيو بعقدة المستعمر نمشيو نقلبوا على الاجنبي يجي يلمع لنا الصوره ديالنا. الا ما كانش الوطن ديالك محافظ له على السمعه ديالو، راه انت ما عندك حتى شي سمعه. دونك ما كاينش تسرب معلومات خاطئه وتسيء السمعه ديال البلاد ديالك، والبلاد ديالك ولله الحمد فيها ناس، فيها رجال وفيها نساء اللي مازالين تيدافعوا على السمعه ديالو وغيجيبوا المستحقات اللي كيستحقها المغرب في مجال الحقوقي. ولا كانت عندنا شي مغالطات او لا كان عندنا شي مشاكل في التنزيل ديال النصوص، لانه حنا المشاكل الحقيقيه اللي كنعيشوها في المغرب ما كتتعلقش بعدم التزام المغرب بالمواثيق الدوليه اكثر من اشكاليه التنزيل. عندنا مواثيق دوليه تم نشرها في جريده رسميه، اش بغينا؟ عندنا قوانين على الاقل، هناك الكثير من القوانين تم ملائمتها مع المواثيق الدوليه، كاين شي قوانين ما زال يلزمها اعاده النظر وما زال يلزمها. حنا ماشي في النهايه، حنا ماشي سالينا صافي، راه البلاد غادا كتطور بشويه بشويه بحال اي كائن بحال اي شخص، بالتالي القوانين اللي كتحتاج ملائمه راه كاين البرلمان اللي عنده هذه السلطه التشريعيه اللي عندها هذه المهمه، وعندنا مواثيق دوليه منشوره. اذا الدور ديال من؟ الدور ديالنا المحامون والمحاميات باش نرافعوا بالمواثيق الدوليه، الناظمه لحقوق الانسان، ونسعاو بما امكن بكل الاليات والمكنات القانونيه باش نلزموا القضاء ولا نحرجوه بتنزيل تلك المواثيق الدوليه. على القضاء ان يكون جريئا ويخرج من قبعه القاضي الكلاسيكي الى القاضي الرائد الذي يستحدث ويبحث عن الاليات الجديده في نطق باحكام ذات بعد تقدمي حداثي بنفحه حقوقيه. هذا هو اللي خصنا، ماشي خصنا نخرجوا نعطيو معلومات مغلوطه لواحد الفريق اللي ما فاهمش القانون المغربي باش تقول حق المغرب ما عندوش سمعه حقوقيه.